يتوافد الناس بأعداد هائلة قبيل العيد، يبحثون في محال سوق مدينة الباب عن لحظات من السعادة، إلا أن أسعار الألبسة ودخلهم المحدود كانوا أكبر من فرحة العيد، مما حرم العديد من الأطفال من ارتداء ملابس العيد هذا العام. هاي الناس كلها ما قادران تشتري ولا غرض عيد، مأساة 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 على الخالص. يعني أول واحد أنا من أنا ببيع مستويك عيدي بتجول، كمان بفتح المحلات يسوي يوميتي 50 ورقة، ما قادران تعمل شيء خالص، يعني ما بتجيب طبخة ما بتجيب. والله يفرج علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. شايف هاي الزحمة، يعني 80% من هاي الزحمة على الفاضي، الناس عم تشتري يعني الغرض الضروري الضروري. الناس اليوم يومياتها على التركي، يعني العمال يوميته 100 ولا 150 ليرة تركي ما بيحسن يشتري، يدوب مصروفه اليومي. يعني يعود غلاء الألبسة داخل الأسواق لأن معظمها تأتي مستوردة من خارج المناطق المحررة وتحتاج لدفع أجور مرتفعة لإيصالها، بالإضافة لإيجارات المحال والتي تشتهر بارتفاع أسعارها داخل الأسواق، والتي انعكست جميعها على سعر الملابس وأدت لارتفاع كبير في أسعارها. نحن مثل ما شايفين اليوم متجر ألبسة، بدنا نحكي أول شيء عن المعوقات اللي عم بتصير بالنسبة لنا. أول شغلة الطريق عم بيعزمنا كتير لتصل البضاعة لعنا، عم تفتل 4 بلدان لتصير عنا. الشغلة الثانية احتمال تروح البضاعة على الطريق، وبنفس الوقت وقت اللي عم تروح على الطريق ما حدا عم يتكفل يعوضنا بشيء، فهذا عم بيكون سلبي على الزبون قبل ما يكون على التاجر. تقلبات العملة أنتم أدرى منا بهي القصة، التركي مقابل الدولار عم بيخسر كتير من قيمته، وهذا الشيء عم بيزيد السعر بالنسبة للزبون. 40 دولارا أمريكيا هو سعر قطعة من الملابس لطفل، والتي تعادل نصف دخل معظم الأهالي في مدينة الباب، وخصوصا الموظفين في القطاع الحكومي، أعباء اقتصادية أنهكتهم وحرمتهم من فرحة هذا العيد. يبدو أن العيد سيحل ضيفا ثقيلا على أهالي مدينة الباب، وخصوصا مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار الألبسة داخل المنطقة. من داخل مدينة الباب، سراج الشامي، قناة حلب اليوم.